ترأس وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك جولة جديدة من اجتماع وزراء الطاقة في إطار آلية أوبك بلس، حيث قال الوزير السعودي إن وباء فيروس كورونا جلب تحديات غير مسبوقة للدول المنتجة للنفط، ويعد تنفيذ اتفاقية خفض الإنتاج من قبل الدول المعنية ضروريا للحفاظ على استقرار السوق العالمية للنفط الخام. وتوصلت السعودية وروسيا وغيرها من الدول المنتجة للنفط في أبريل الماضي إلى اتفاق تاريخي لخفض الإنتاج على 3 مراحل، الأولى من مايو إلى يونيو بحجم 9.7 مليون برميل يوميا، والثانية من يوليو إلى ديسمبر بحجم 7.7 مليون برميل يوميا. لكن وافق الاجتماع الوزاري لأوبك بلس في 6 يونيو على تمديد تخفيض الإنتاج بحجم 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو. وقال بيان صدر بعد الاجتماع أنه رغم دخول اتفاقية خفض الإنتاج المرحلة الثانية في أغسطس المقبل، إلا أن خفض الإنتاج الفعلي سيكون أعلى من المخطط له بسبب الخفض الإضافي لبعض الدول التي فشلت في استكمال حصة خفض الإنتاج في السابق. كما أوضح البيان أنه بسبب تخفيض الإنتاج الطوعي من قبل السعودية ودول أخرى، تجاوزت الدول في آلية أوبك بلس في يونيو الماضي المستوى المخطط لخفض الإنتاج. وطلب الاجتماع من البلدان التي لم تكمل خفض حصة الإنتاج تقديم خطط تكميلية بحلول نهاية يوليو الجاري. وأكد وزير الطاقة السعودي في الاجتماع أن صادرات بلاده من النفط الخام لن تزيد في أغسطس، وأن الزيادة في إنتاج النفط ستستخدم للاستهلاك المحلي. ورغم استقرار السوق الدولية للنفط الخام وتعافي الاقتصادات الآسيوية الرئيسية كالصين بشكل تدريجي، ما زال هناك تحديات بسبب الموجة الثانية المحتملة من الوباء، وخاصة أن الوضع في الولايات المتحدة لم يشهد تحسنا حتى الآن، ولا تزال أسعار النفط الدولية تواجه عوامل عدم الاستقرار على المدى القصير.